أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيوسع العقوبات المفروضة ضد الكيانات التي تزود وكلاء إيران بالمسيرات والصواريخ الباليستية. حذر بوريل من أن العالم بات على وشك حرب إقليمية ستؤثر في كافة الدول، داعيا الجميع للتحلي بضبط النفس. تصريحات بوريل جاءت على خلفية التصعيد ما بين طهران وتل أبيب، وذلك بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق. من بروكسل حيث اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، مراسل القاهرة الإخبارية عمرو المنيري. بعد تحية لك عمرو، إذن الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه لليوم الثاني، في اليوم الأول كانت هناك عقوبات على الوكلاء الذين يمدون إيران بالمسيرات والصواريخ الباليستية. هذا اليوم الثاني، كيف تبدو تفاصيل هذا الاجتماع وما الخطوات التي يمكن أن تتخذ فيه؟ نعم، اليوم الثاني بالفعل سيبدأ بعد قليل من الاجتماعات، لكن الأشياء مسبقة، بخصوص الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الذين مهدوا لهذا الاجتماع الاستثنائي والذي تم إقراره بسبب الهجمات التي قامت بها إيران. والحديث عن إيران هو الأولوية الأولى، ربما كنا نتحدث يوم أمس عن الأولويات، الآن الحديث تماما عن إيران، رد فعل إيران ورد فعل إسرائيل الذي يبدو أنه تأجل. النقطة هنا كيف يرى الاتحاد الأوروبي ما قامت به إيران؟ هذا هو الأساس، هو هذا التهديد الذي جعل العالم الآن على حافة الهوية، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. المفادة بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للدول الغربية هي القدرات التي أظهرتها إيران، في أنها لديها صواريخ ولديها طائرات أو طائرات بدون طيار تستطيع الوصول إلى الداخل والعمق الإسرائيلي. صحيح أنها لم تسبب أي خسائر مادية أو أي خسائر تذكر، واستطاعت القوات الدفاعية الإسرائيلية التصدي ل 99.9%، لكنها احتاجت إلى كل من بريطانيا، واحتاجت إلى فرنسا، واحتاجت إلى القبة الحديدية ومقلع داوود للدفاع عن سماء إسرائيل. ومن ثم هذا الذي قامت به إيران هو معنى أن إيران لديها القدرات أنها تستطيع الوصول إلى عمق الإسرائيلي. إذا ما استطاعت إيران في يوم ما تحميل هذه الصواريخ أو هذه الطائرات برؤوس نووية، هذه هي المصيبة. يعني هذا هو الطرح الميداني يا عمرو، يعني أو الحديث حول الناحية الميدانية أو ما يمكن أن يحدث يعني بالنسبة لإيران وإسرائيل. لكن الاتحاد الأوروبي، ما القرارات التي اتخذها أمس وكانت مؤثرة والتي يمكن أن يتخذوها اليوم، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي طبعا في بروكسل لديه أجهزة، فما الآليات التي يمكن أن تتخذ لتنفيذ مثل هكذا عقوبات؟ نعم، بالفعل كما ذكرت، الاتحاد الأوروبي يبحث الآن عن كل الأدوات التي يمكن بها تقييد حركة إيران وتقييد وكلاء إيران في المنطقة، وتهديد مباشر بأنه من سيتعامل مع الحرس الثوري الإيراني أو الوكلاء في المنطقة مثل حزب الله، مثل الحوثيين في اليمن، ومثل المقاومة الشعبية في العراق، أو القوات الخاصة التي تتواجد في سوريا، كل هذا إذا ما تم أو العثور على أي نوع من الاتصال أو إرسال معدات أو إرسال مكونات لصواريخ أو لقذيفات، هذا ما يريده الاتحاد الأوروبي، أن يضع هذا على الورق، ومن ثم يستطيع الضغط على أي شركة تتعامل مع هذه المكونات التي يتم من خلالها تصنيع المسيرات وتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للمسافات الطويلة. وهذا ما يريده الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بالفعل لديه عقوبات موجودة حاليا، ماذا سيستطيع أن يفعله أو الآليات؟ هو توسيع هذا النطاق بشكل أكبر، شركات أكثر سيتم تقييدها من التعامل مباشرة مع أي شركة تتعامل في هذا الخصوص، وخصوصا التخوف الاتحاد الأوروبي ليس فقط بسبب الأمن على إسرائيل أو بسبب تصعيد المشكلة في حرب إقليمية، لكن المشكلة أيضا هو التقارب المستمر ما بين
إيران وبين موسكو يسبب تماما في مشاكل مستمرة في الواقع الذي يحدث في أوكرانيا وأوكرانيا وإسرائيل. بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو اسمح لي عمرو وأنت متواجد وخلفك يعني بالضرورة نجد هؤلاء يعني المتواجدون في هذه القاعة في بروكسل في مثل هكذا اجتماع مهم طبعا مشهد التوتر طبعا يغلب على هذه القاعة وعلى هؤلاء المسؤولين لذلك يظهر التخوف حتى جاء هذا التخوف في تصريحات جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية الذي دعا إلى الهدوء والتحلي بضبط النفس حتى لا يؤدي التصعيد إلى مشاكل إقليمية في المنطقة فكيف جاءت مثل هكذا تصريحات من بوريل؟ نعم كما ذكرت هذا المكان الذي يجمع الآن قادة وزعماء أوروبا جوزيف بوريل من بشكل شخصي هو شخص معتدل في التوجهات السياسية الخاصة به وربما هذه حتى التصريحات تتسبب في انتقادات داخلية من وزراء الخارجية الخاصين مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل المجر ومن ثم يبدو أن هناك بعض الانقسام بوريل أكد أنه لا ننسى بسبب إيران لا ننسى ما يحدث في غزة لأن ما يحدث من إيران وإذا كان هناك تصعيد ورد من إسرائيل فهذا معناه أنه سيصب على كارثة موجودة بالفعل في غزة وهذا هو ما لا يريده الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي صحيح أنه دائما ما يتبع السياسات الأمريكية الخاصة بإسرائيل لكنه على الأقل يحاول أن يكون محايدا. الآن المشكلة هنا بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو كيف يتوازن الأمر في دعم أوكرانيا بشكل مباشر وفي الوقت ذاته دعم إسرائيل بشكل مباشر ولكن نعلم تماما أن الأولوية هنا لإسرائيل وأمن إسرائيل ومن ثم هناك بعض الخلافات لكن جوزيف بوريل والدبلوماسية للاتحاد الأوروبي يحاولون دائما أن يكون هناك اتساق في المواقف الأوروبية صحيح. الموحدة حتى لا يفقدوا أي تواصل مباشر مع إسرائيل التي دائما ما تغضب إذا ما كان الاتحاد الأوروبي يخرج بقرارات سخونة هذا الاجتماع واضحة كما قلنا من خلفك وفي الأروقة في بروكسل يعني أتركك مع هذه الاجتماعات المهمة للاتحاد الأوروبي لليوم الثاني طبعا عمرو المنيري كنت معنا في تفاصيل مهمة أشكرك على هذه التفاصيل.